هل تابعت ثورة 30/6 اللي تخلصنا فيها من حكم جماعة الإخوان الإرهابية؟ هل تابعت ثورة 30/6؟ هل أيدتها؟ كان مثير جدا رد الفعل الشعب المصري، نزلوا في الشوارع بالملايين، وتدخل الجيش انقذوا البلد من خطر كبير يمكن يؤدي إلى كارثة. الجيش أنقذ البلد من كارثة يعني. أيوة برأيي. وتابعت المشاهد المتعلقة بمظاهرات المصريين الضخمة، لما شفتها حسيت بإيه؟ كنت بكلم تليفون مع أصحاب في مصر، كان علاقة مستمرة. هنا أكيد بتتابع بعض الدول الأوروبية وأنت عايش في سويسرا، وتتنقل أحيانا إلى فرنسا وبين الدول الأوروبية. هل بيغضبك لما تلاقي في بعض المسؤولين في الدول الأوروبية يصفون ما حدث في مصر على أنه انقلاب؟ ما كان انقلاب، كان رد فعل شعبي يعني عظيم. يعني الديمقراطية موجودة يعني دلوقتي. الوضع في مصر الآن تتابعه يعني؟ أتابع الوضع في مصر طبعا باستمرار، وفي برلمان، وفي يعني منتظرين انتخابات، يعني كله تمام الحمد لله. وفي دستور؟ في دستور جديد يعني. بحاول أشرح لأصحابي في أوروبا إن ما كان انقلاب يعني، كان رد فعل شعبي يعني كثورة يعني. ودلوقتي في دستور وفي انتخابات، وأقول لك ال رد فعل الجيش انقذنا من خطر كبير.